حطي له سمنه زي ما تحبي، لان المواد الدهنيه دي زي ما انت عايزه، ويا ريت ما نكترش في الزيوت او السمنه يا جماعه. وبنحط معانا الزبيب، وبنحط اللومي والحبهان، اللومي ده اللي هو الليمون المجفف، والحبهان والقرنفل ده شيء اساسي فيها، والقرفه الخشب. وهنقلبه شويه وهننزل بيه بالميه، وهنحط طبعا كركم وشويه كاري. كركم معانا اهو. انا هعمل سلطه يا جماعه حلوه قوي. بسم الله. بصوا بقى السلطه بتاعتنا دي، السلطه يا جماعه لازم تبقى متقطعه شويه كبيره. احنا هنعمل ايه؟ دول واحدتين فلفل. ممكن ننزل بمقادير السلطه، معلش انا عشان وقت البرنامج فانزل بالحاجات الجاهزه معايا. ممكن ننزل دول فلفلتين، واحده حمراء وواحده صفراء، تتغسل حلو قوي، تقطع مكعبات تمام كده. ودي كابوتشايه، كابوتشا السلطه يا جماعه بتبقى شويه متقطعه كبيره، بتبقى القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه تمام. ادي كده. وهنحط معانا خيار، هنقلب الرز بتاعنا وارجع للسلطه. هنحط شيري توميتو. شيري توميتو بقى انت تنقي الصغيره. بسم الله. عايزه تقسميها اتنين عشان لو عندك اطفال ماشي، عايزه تخليها سليمه كده برضو حلوه. يعني احنا ممكن نقسم ايه واحدتين كده، ونخلي الباقي سليمه. ممكن تحط لها ذره حلوه، بس انا بحب اعمل السلطه بالطريقه دي، لذيذه كده وتغيير بقى عن السلطه العاديه اللي اتعودنا عليها، وفي نفس الوقت قيمتها الغذائيه عاليه. ده تمام. هناخد بقى كام واحده كده. بصوا بقى يا جماعه، احنا هنحط معاها برده شويه زبيب للسلطه. دي حاجات جديده، حاجات هتفرق معاكم على فكره. الزبيب حلو جدا، بيعالج الانيميا، وان شاء الله دايما هتلاقوا معايا. اوكي، مقادير السلطه معانا على الشاشه. احنا زي ما اتفقنا قلنا هنحط معاها زبيب، وهحط برده واحدتين عين جمل. والدريسنج بتاعها بيبقى معلقه خل بلسمك، وهنحط ملح وفلفل وزيت زيتون. عايزه بقى تزودي حاجات تانية اوكي، بس انا عن نفسي مش عايزه احط الدريسنج دلوقتي، عشان احنا في رمضان وصايمين، علشان اللي يفطر بيها ما تبقاش طريه كده. كده اهي. نحط بقى واحدتين عين جمل كده على الوش. حلوه قوي، قيمتها الغذائيه عاليه ومفيده. يا ريت نجرب الحاجات دي في البيت، نعملها لاولادنا اللي ما بيرضوش ياكلوا السلطه، هيحبوا السلطه تمام كده. هو يتحط لها بقى شويه خل بلسمك ورشه ملح، زيت زيتون. زيت زيتون عادي، احنا ممكن نحط لكم شويه زيت، لكن الملح. اهلا وسهلا، ازيك يا شيماء؟ الحمد لله، انت عامله ايه يا شيف؟ الحمد لله يا حبيبتي في نعمه. الحمد لله، كل سنه طيبه. وحضرتك طيبه وبخير. يلا كل عام وانت بخير، وانا بعيد على كل حبيبنا كل سنه طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي وبخير. انا عايزه اعرف بس دلوقتي البلع الرابع زينة. عايز تعرفي طريقة ايه؟ صوابع زينب. صوابع زينب؟ اه. حاضر يا حبيبتي، عينيا الاتنين، هقول لك صوابع زينب. يا ريت تقولي دلوقتي بس عشان عايزة اعملها النهارده. دلوقتي يا شيماء وانا متحروسة كده. صوابع زينب بتحطي الدقيق السمولينا معاه دقيق عادي، الدقيق الابيض. وبتحطي لهم الخميرة وبتعجنيهم بشوية مية دافيين، تسيبيهم يخمروا، وبتبقى يابسة شوية، وبتصبعيها على مبشرة. تمام يا شيماء. وبتتقلي في زيت سخن قوي، وبعد كده بتحطيها في السيرب. انا هنزل بقى كده الرز بتاعنا تمام. هنزل بقى ايه بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.